حول الموضوع معنا من بيروت المحامي نبيل الحلبي، مدير مؤسسة لايف، معنا عبر الهاتف. أستاذ نبيل، مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا بعد أن تم تأكيد إعدام النظام السوري لباسل صفدي بعد أن كان اعتقله قبل 3 سنوات، هذه الحادثة إلى أي مدى تورط نظام أكثر، خاصة وأن منظمة العفو الدولية كانت طالبت بالإفراج عن الصفدي قبل ذلك، وكانت هناك أصوات دولية عديدة تطالب بالإفراج عنه؟ صحيح، يعني تماما، منذ اذار 2012 يعني بعد اعتقال باسل كانت هناك نداءات حقوقيه دوليه تطالب السلطات السوريه باطلاق سراحه. بعد سنه تقريبا وبعد رفض يعني السلطات السوريه بيان اي معلومه حول مصيره، كانت هناك بالفعل يعني قلق متنامي لدى منظمات حقوق الانسان وحتى لدى دول الاتحاد الاوروبي وغيرها من إمكانية يعني أن يكون باسل ضحية اختفاء قسري، حتى البارحة عندما علمنا بموضوع من خلال عائلة باسل بأنه تم تصفيته منذ عام 2015 بحسب زوجته في أحد جنازين الاعتقال. طبعا يعني باسل وغيره من الشباب الذين يعني قاوموا هذا النظام الاستبدادي بالطرق السلمية وعبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الكتابة والنشر وليس عبر العنف، هؤلاء كان نظام الأسد يستهدفهم بالدرجة الأولى من خلال التعذيب حتى الموت داخل المحافظات، وهو يأتي في سياق قتل العديد يعني الآلاف من الشباب السوري والفلسطيني حتى داخل سوريا، سيما يعني طيب استاذ نبيل الذي يمكن يشكل يعني حادثة ليست الاولى من نوعها، لكن استاذ نبيل مثل هذه التوثيقات قانونيا كيف يمكن ان تكون هناك ملاحقة قانونية للنظام السوري فيما بعد؟ كيف يمكن ان تتم المعاقبة حتى لو بعد حين، خاصة ونحن نتحدث بانه هذه الحادثة مثلا وهناك حوادث اخرى مشابهة لها، هناك اصوات دولية عديدة ومنظمات حقوقية دولية طالبت بالافراج عن هؤلاء الاشخاص. يعني بشكل خاص باسل وبعض يعني النماذج الشبيهة لاعتقال باسل، هذا الاعتقال هو اعتقال لحرية الرأي والتعبير، يعني معتقلي رأي مصنفين ضمن معتقلي رأي وليسوا معتقلين إرهاب أو حتى معتقلي حرب. لم يحول باسل إلى أي محكمة، لم توجه له تهمة حتى، واضح أنه معتقل رأي، وعملية وفاته داخل المعتقلات طبعا هي قرينة على جريمة التصفية خارج إطار القانون داخل المعتقلات، وحتما ستكون هناك يعني ملف باسل سيكون ضمن الملفات الذي سيحاسب عليها نظام الأسد. يعني عادة اعتقال الرأي وتصفية خارج أي إطار قانوني أو محاكمة، كيف تتم المعاقبة عليها عادة باختصار؟ خلال القرينة، نعم، أولا توثيق عملية الاعتقال فهي موثقة، يعني في أدار 2012 تم اعتقال باسل من قبل السلطات الأمنية السورية وأودع في معتقل معروف تابع للمخابرات السورية في دمشق. هذا الأمر موثق، وبعد نداءات عديدة من قبل بعض الدول والمنظمات الحقوقية العالمية طلبت السلطات السورية بإطلاق سراحه لكنها رفضت، ثم أنكرت يعني معرفة مصيره أو امتنعت عن تقديم أي معلومات حول مصيره، وهنا نكون أمام عملية توثيق لجريمة الاختفاء القسري. الأمر الآخر عملية الإعدام خارج إطار القانون باعتبار أنه لم توجه له أي تهمة، وهذا ثابت يعني خلال السجلات، هذا الأمر يدل أن عملية التصفية كانت خارج إطار القانون، وهي قرينة على عملية التصفية تحت التعذيب داخل المعتقلات كما تجري العادة في معتقلات المخابرات الجوية السورية. شكرا لك على هذه المداخلة، معنا المحامي نبيل الحلبي مدير مؤسسة لايف، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بيروت.